مثلما اشتهر الزبيب الصنعاني للعائدين من صنعاء، والقات الذحلة من ذمار، والحلاوة من الراهدة، تشتهر تعز بجبنها التعزي الذي لا يقارن. ورغم صناعته بالطرق البدائية، إلا أن له عشاقه وشعبيته التي تتغاضى عن طريقة صناعته. هذا الإنتاج محدود في مدينة تعز بالذات، وفي مناطق وفي المناطق الغربية من مدينة تعز وليس سواها. لا، الناس ما تقبلش على القبر الخارجي خالص، لأنه هذا له رائحة طيبة. أيضا من منتجات مضمونة اللي هي الألبان الحقيقية الطبيعية، بينما الآخر ربما يكون مستورد وبطريقة تحضيره مش بالطريقة يعني هذه الرائحة التي تضاف، المادة الحافظة اللي تضاف للقبر البلدي لها رائحة زكية جدا جدا. صهيري في صنعاء طلب قبر ويعتبر هدية خاصة. أسامة توفيق له حكاية عشق مع القبن، حيث يبيعه ويسوقه لمختلف المناطق، واضطر لفتح محل لبيع القبن في الطرف الآخر من المدينة المحاصرة في الدمنة ليوافي زبائنه بهذا المنتج. حينما هنا قفلنا أيام الحرب، فنزحنا اضطرنا ننزح إلى الدمنة خضراء، ففتحنا هناك محل نسبب مسافرين صاحب صنعاء مضطرين. قبل الله في نوعين عوب، يجي نوعين عوب يعني حاجة تجي طازج غير على قبل البرح، لأن في ناس يدور العوب طري اللي يأتيك في يومه. أما قبل البرح سفري اللي شلونا صنعاء السعودية يتحمل السفر. يقترن القبن التعزي بالحلاوة أيضا، ولا يكتمل المذاق إلا بهما، فلهذا الثنائي حكاية عند من يعرف هذه الوصفة. في حلاوة مخصصة على القبن، مثل الرطب، المخاوي الرطب، المخاوي أقل مخاوي، يعني هذه مخصص مع القبن تأكلونها. تعود صناعة القبن في هذه المدينة لسنوات وربما لقرون، لكن قبن الضباب له حكاية أخرى. قبن الضباب درجة أولى، لأنه يأتي بنيومه لا يتأخر، ما بين فرق ليلة بس. كان قبل الحرب الواحد معه 200-300، الآن معانا من 340. المهم مات على الواحد أكثر من 50 من 100، من كنا ننتج 15-20، اليوم 7-8 حبات. القبن التعزي هدية كل يمني لمختلف المحافظات، يجبره الحصار على انخفاض أسعاره وعلى توزيعه بشكل ملحوظ. كنا نمشي 200-300 بالأسبوع أربع، الآن نمشي 100-150 لازال. حصار عانينا سنة من قطع الخط، لما هنا الزبائن كان متواجدين، سوق متحرك، أيام كان يعني سوق هلو متحرك، قبن رخيص، الأيام هذه الغلاء والخطوط مقاطع من جنب السوق راقد شوية، افتتح الحصار شنو رجع كما كنا إن شاء الله. القبن التعزي منتج تفاخر به مدينة تعز بين المحافظات الأخرى، ينتظر اليوم هذا المنتج فتح الحصار على المدينة ليتم توزيعه إلى المحافظات. أمجد عبد الحفيظ لبرنامج أنا الشاهد قناة البي بي سي.